السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف أدوات حلوة قوي لليوتيوبر أو أي حد بيحب يعمل محتوى، سواء نشر على اليوتيوب أو الانستجرام أو فيسبوك أو أي حاجة. في موقع اسمه VIDIQ، الموقع ده ممتاز جدا. ليه؟ يوميا بيديك أفكار الفيديوهات الجديدة، هو بيعتمد على القناة بتاعتك وأقرب حاجة ليها. بيقول مثلا لو أنت عملت فيديو عن أداة رهيبة من أدوبي لتحسين جودة الصوت، ده هيبقى ناس كتيرة تهتم بيها. ميديم، لو انا عملت بديل موقع شات جي بي تي فهو بيديني افكار. تمام، ممكن يعمل لي اي تي تايتل ريكومند، بتحط بعض الكلمات وهو يقول لك ايه احسن حاجه ممكن تقرب منها. وليكن مثلا الذكاء، مش هديله اي حاجه خالص غير كلمه الذكاء، واقول له جيت تايتل اي دي، فيبدا يديني عناوين. طبعا انا شغال بالنسخه اللي ببلاش فهو بيديني فكره او اتنين، زي هنا بيديني ثلاث افكار، لكن لو انت شغال بنسخة بفلوس بيديك عدد لا نهائي. كل يوم بيبدأ يديك افكار تقدر تختار منها الفيديو بتاعك هيبقى عن ايه. ممكن تسيب بعض الافكار تناقشها بعد كده. دي اهم الكلمات اللي مرتبطة بالموقع بتاعي اللي هي بيبقى عليها اقبال. توب كيورد تبدأ تشوفهم. طيب ممكن مثلا نشوف SEO، ده بيحرق بيقوي بيخلي الموقع بتاعك احسن مع محرك البحث. في حاجه اسمها AI كوتش، ده الذكاء الاصطناعي بقى. تمام، انت بتتكلم مع الذكاء الاصطناعي مع الشات جي بي تي، تبدا ان انت تساله سؤال، اديني مثلا خمس افكار عن الاي اي، وتقول له سن. تمام، فيبدا يجيب لك بعض الافكار وهكذا. يعني انت بقى عندك الشات جي بي تي موجود جوه الفي اي دي اي كيو، جاب لي خمس افكار نقدر ان احنا نفكر فيهم كفيديوهات هتعملهم قبل كده. فده بالنسبه لصناعه المحتوى. طيب تعال بقى نشوف موقع تاني حلو قوي عشان تعمل بقى فيديوهات. تمام، الموقع ده اسمه invideo.io. طبعا ده بيعمل ايه؟ بيعمل فيديوهات. في حاجات بتبقى تمبليت جاهزه، يعني فيديو جاهز. تمام، مجرد ان انت بتدخل بتعدل الكلام بقى عندك الفيديو بتاعك. والفيديوهات القصيره هي اكتر فيديوهات بيبقى عليها ربح في الفيسبوك او اليوتيوب الحاجات ديت. تمام، وليكن مثلا ده كل اللي عليك ان انت بتعلم على الحاجه وتلاقي الكلام اللي موجود وانت تروح تغيره للحاجه اللي انت عايزها. يوز تمبليت، انت كده شفته وعجبك خلاص بتقول يوز تمبليت، تبدا بس ايه تغير الكلام. يعني مش هاخد الكلام هو انت مثلا عايز تتكلم عن موضوع معين. اكتر حاجه بتجيب فلوس اللي انت تتكلم على التنميه البشريه والتحفيز والحاجات اللي هي بتسخن واحد 10 دقايق ديت وبعد كده يهبط تاني. فانت كل اللي عليك ان انت تتعلم على حاجه وتبدا ان انت تعدل التكست، تعدل الصوره بالشكل دوت. بيقول لك مثلا ان في عنصر هنا، فانت العنصر ده ينفع ان انت تعدله، كل واحد فيهم تقدر تقف عليه وتعدل. الكلام ده ينفع ان انت تعدل فيه، هو تكتب اي كلام انت عايز خلاص، هو الكلام ده اللي هيبدا يظهر معاك في الفيديو. وليكن مثلا اخدت الكلام، طبعا مش هحط كل الكلام دوت، يعني هحط مثلا اول فكره. بالشكل دوت الفيديو اللي بعديه تحط الباقي. تقدر تضيف صور وفيديوهات وميوزك وكله دراج اند دروب، يعني حاجه تعجبك تروح تسحبها وحطها هنا. لوجو عجبك خلاص بتسحب وانت تحط. في تمبليت موجود كل حاجه. خلصت بتروح ايه عامل داونلود للشغل بتاعك، هتيجي هنا وتقول له اكسبورت وتبدا ان انت تصدر. ده باختصار الفكره كلها، ان انت تقدر تعمل فيديو باسلوب بسيط خالص وخدت الافكار بتاعت الفيديو.